كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية كلها بخير. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء وسيء الأسقام. في هذه الأيام المباركة، أيام عيد، أيام تكبير وتهليل وحمد ورضا بما قدره الله علينا، نملأ قلوبنا بذكر الله، وألسنتنا بالشكر لله، وأعيننا بالحياء من الله. يسأل بعضنا عن بعض، وتسأل الأرحام بعضها عن بعض، وكلنا يسأل، وكلنا يستغفر، وكلنا يطلب من الله عز وجل العون والمدد والرحمة للمسلمين أجمعين. فخير ما تطلب من الله أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نملأ بيوتنا بالقرآن الكريم، نجعله قائدنا إلى الجنة، فإن القرآن الكريم هو أعظم قربة لله سبحانه وتعالى. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستغفار الكثير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.